بيساهم في تحسين الحالة النفسية والمزاجية، بيقضي على نوبات الاكتئاب، بيساعد كمان على بعض الأمراض والجراثيم والبكتيريا الضارة في الجسم. مشروب مهم جدا جدا للجسم. تعالى النهاردة نعمل معاكم مشروب قوي ومفيد، ويلا بينا نبتدي الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة جايين بمعلقة صغيرة جدا جدا من عشبة النهاردة، أو تحديدا هي شاي الماتشا. ازاي ان احنا نقدر نستفاد منه استفادة كبيرة جدا؟ ومن خلال فيديو النهاردة هيتم عملية التحضير كتحضير ياباني، لان في ناس كتير جدا اختلفت في طريقة التحضير. في ناس بتحضره او بتعده زي الشاي الكشري بالظبط زي ما انا هعمله معاكم الفيديو، وناس بتعمله بشكل تاني زي الكابتشينو. يعني تقدري بشكل من الاشكال ان انت تحضريها عليه هتستفادي منه الاستفادة اللي احنا هنذكرها النهاردة بالفيديو. زي ما انتوا شايفين، لو انتوا بقى عندكم المضرب الكهربائي، المضرب الخاص بالكابتشينو، تقدري بالكميه الصغيره دي تبتدي ان انت ترغيها وتطلعي منها الرغوه، وبعد كده بتضيفي لها بقى المثلجات، بتضيفي لها ميه زايده حسب راحتك. انا هنا بقى هستخدمه كنظام الطب الياباني ما بيحضروا، او الطب القديم. لو اتكلمنا النهاردة عن شاي الماتشا نقدر نستفاد منه ايه؟ اولا هو تاريخه بيرجع للطب الصيني والطب الياباني، انه معتبر من اكثر الاعشاب الطبية مفيدة جدا جدا للجسم. يعتبر شاي الماتشا من احسن انواع الشاي، ويتم استخدامه لانه بيعد في مجموعة كبيرة جدا من الخواص المضادة للاكسدة. بيحافظ ايضا على صحة بشرة الجسم ونقائها، بسبب طبعا بيحتوي على انزيمات بتنقي البشره وبتحميها من الاشعه البنفسجيه الضاره جدا بصحه الفرد. كمان ممكن جدا ان هو يستخدم في تاخير علامات العمر او الشيخوخه او الحالات او الخطوط البيضاء. كمان بيساعد شاي الماتشا على التخلص من البكتيريا المضاده الموجوده في الجسم، سواء كانت بكتيريا او فيروسات. شاي الماتشا بيعمل على زيادة معدل الكوليسترول النافع بالجسم، وبيساعدك في التخلص من الكوليسترول الضار. بيساهم في تحسين الحالة النفسية والمزاجية، وبيقضي على نوبات الاكتئاب. بيساعد كمان في التخلص من البكتيريا الضارة الموجودة ممكن في الجسم من خلال المأكولات، المشروبات او الموجودة بشكل عام. بيساعد في الحفاظ على الذاكرة، بيخفف من معدل الاصابة بمرض الزهايمر. كمان بيلعب دور مهم جدا في انقاص الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، ولانه بيعمل على ارتفاع نسبة حرق الدهون بالجسم. شاي الماتشا بيقي الجسم من امراض، لانه بيحتوي على نسبة عالية جدا من مضادات الاكسدة اللي بتساعد لمنع تواجد الشوادر الحرة، بيمنعك او بيحميك من بعض انواع السرطانات اللي ممكن تصيب الانسان بشكل او باخر، المعدة، البنكرياس، كمان الرئة. لكل فايدة دايما ضرر، ولما بناخد موضوع معين او حلقة معينة بننوه انه مش عشان استفدت من الشاي ده ان انا اقدر اشربه بكمية كبيرة. لا، انا بفضل هو كاسة او كوب واحد فقط في اليوم كويس جدا، ولا يفضل تماما انه يتشرب على الريق. لا، ممكن يتشرب مع الفطار او بعد الفطار. افضل وقت بشكل عام هو بعد الفطار، انا ما بحبش اي حاجة تدخل المعدة قبل الفطار. ممكن تتناوليه في بين الوجبتين، يعني على الاقل يكون بين الوجبة ودي والوجبة دي ساعتين، يعني لتفادي اي ضرر ممكن يجي لك. هو كاسة في اليوم، حد ادنى كاستين فقط في اليوم عشان تقدري ان انت تكوني شخص كويس. الناس اللي عندها حساسية، الناس اللي هي ممكن معدتها تفرط معاها لو شربت شاي الماتشا، بتقدر طبعا بتختبر كل ده من اول كاسة او من اول كوباية، وبتتفادى ده وبتوقفه، ما بتكملوش طبعا، لان مش كل حاجة موجودة في الاسواق ومفيدة واعلانات عليها كبيرة وغير جربها انها ممكن تنفع جسمي. بالعكس، انا واحدة من الناس ما بشربش الشاي الاحمر اللي الشعب كله بيشربه، غيري بيشربه كتير. انا ما بشربش القهوة، غيري بيشربها كتير، وهكذا.
فيديو بسيط وسهل، يا رب ينال اعجابكم، ولو بيعجبكم مواصفاتنا بشكل عام ما تنساش باللايك والشير والسبسكرايب. متابعينا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.